الثالوث المقدس أدلته وشرحه والرد على بعض الشبهات المتعلقة به. الحقيقة البعض اللي بيتابع اللي بيدور حاليا في أماكن كتيرة، سواء في غرف إسلامية أو حتى في إذاعات أو على قنوات من القنوات ياهل حضراتكم عارفينها، بيهاجموا في موضوعات كتيرة في المسيحية، وبأسلوب الرد الوحيد على الفكر بتاعهم والأخطاء بتاعهم هو هجوم على المسيحية. الكتاب متحرف، أين قال المسيح أنا هو الله؟ ومن ضمن الموضوعات اللي مركزين عليها أو أشعر إن هم مركزين عليها شوية الأيام دي الثالوث. فهنقسم الموضوع مع بعض، هل فعلا الثالوث زي ما بيدعوا هو اختراع مسيحي اخترعناه كده في وسط الزمن؟ بعد مجمع نيقيا اتفقنا كمسيحيين ان احنا نخترع حاجة اسمها ثالوث ولا ايه؟ عشان كده الرد هيبقى متقسم لعدة اجزاء: الثالوث في العهد القديم، الثالوث المقدس في العهد الجديد، الثالوث في اقوال الربوات اليهود القدامى، وده اتمنى تكون حاجة جديدة حضراتكم تسمعوها، الثالوث في اقوال الاباء، الثالوث المقدس وادلته في الطبيعة. بعد كده هل الآب له ابن وروح أم ابنين، والفرق بين ابن بين الأقنوم والجوهر؟ الرد على أين قال المسيح أنا هو الأقنوم الثاني، وإثبات أن يوجد ثلاث أقانيم والمسيح هو الأقنوم الثاني. الرد على شبهة أن إلهيم ده اسم تعظيم وليس جمع دلالة على الثالوث. أقنوم الروح القدس الحق المعزي. بعد كده بعض الشبهات الصغيرة حسب ما يكفي الوقت، ونشوف ربنا هيقودنا في ايه في السلسلة دي حسب ربنا يدبر. فنبتدي في اول جزء مع بعض دلوقتي، وهو الثالوث في العهد القديم، ندرسه مع بعض ونشوف هل بالفعل اول مرة نسمع عن الثالوث كان فيما بعد، ولا ده من بداية الكتاب المقدس والثالوث ثابت في الكتاب المقدس بداية من العهد القديم. فده اول جزء ناخده مع بعض لو تسمح. يمكن في العهد القديم ما فيش لفظ اتذكر نصيا ان الله مثلث الاقانيم او ثالوث، ولكن العهد القديم تكلم بوضوح جدا على الثالوث المقدس في الوحدانية الله. اتكلم على الاب والابن والروح القدس، اتكلم على الله، واتكلم على كلمة الله، واتكلم على روح الله، وده اللي هندرسه مع بعض بشوية من التفصيل، وكمان يمكن ندخل جزء في العبري فاستحملوني، واللي يحب يتابع معانا الموضوع علشان يشوف بعض الكلمات العبرية ويتأكد منها هنزل اللينك على الموقع ويقدر يفتحه ويتابع الأمر ده للي يحب. كويس؟ طبعا فكرة الوحدانية احنا لا نؤمن بثلاثة آلهة، ده في البداية، احنا نؤمن بإله واحد، ودي بس حابب اوضحها واحطها قاعدة ثابتة علشان لما نتكلم على الثالوث في الوحدانية ده يبقى كلام واضح، لان كالعادة يقولوا انتوا اخترعتوا فكر الثالوث، ولما نقدم ادلة عليه يبقى كالعادة يقلب الدف على طول الناحية التانية المشكك ويقول يبقى انتوا بتؤمنوا بثلاث آلهة. نقوله نؤمن بإله واحد يبقى ما فيش ثالوث، لا نؤمن بثالوث يبقى بتؤمنوا بثلاث آلهة، وهكذا. ده بيبقى دايما المحاولات بتاعتهم المستمرة. فالوحدانية أمر مفرغ فيه. سفر التثنية صحاح 6 عدد 4: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. نؤمن بإله واحد غير محدود زي ما يقول سفر الملوك الأول صحاح 8 عدد 27: لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسموات السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. نؤمن بإله واحد أزلي أبدي زي ما يقول في سفر أخبار الأيام الأول 16:36: مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد، فقال كل الشعب أمين وسبحوا الرب. وأيضا سفر المزامير 90:2: من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. سفر المزامير 93:2: كرسيك مثبتة منذ القدم منذ الأزل أنت. فإيماننا بإله واحد ده شيء مفرغ منه، إيماننا بإله أزلي أبدي ده شيء مفرغ منه، ده واضح تماما في الكتاب المقدس. نؤمن بإله غير متجزأ، مش أجزاء، غير منفصل، يملأ كل مكان. فالله وحدانية
موجودة، إلهنا حي عاقل، إله له كيان وله عقل وله روح. ولكن أيضا مع توضيح العهد القديم بطريقة واضحة جدا على وجود الله الواحد الأزل الأبدي، أيضا وضح لنا الكتاب المقدس العهد القديم اللي هنبتدي بيه دلوقتي على وجود الثالوث في الذات الإلهية منذ الأزل وإلى الأبد بدون انفصال. ناخد مع بعض بداية من سفر التكوين، الفكرة اللي بيوضحها بسيطة جدا. يتكلم سفر التكوين في أول إصحاح: في البدء خلق الله السماوات والأرض. العدد على فكرة العبري اللي هو بريشيد براء إلوهيم، ويجي إلوهيم اللي هو الله ثالث كلمة في العبري، ودي على فكرة اليهود زمان اتأملوا في النقطة دي، بس هنركنها كمان شوية لما نوصل لأقوال الربوات فيما بعد، يمكن الأسبوع الجاي إن شاء ربنا ندبر. ولكن في البداية يوجد الله الواحد، فالبدء خلق الله السماوات والأرض، الله الخالق كل شيء. وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. فيوجد في ذات الله الواحد يوجد روح الله الذي يعطي حياة. وقال الله ليكن نور، وقال الله كلمته، الكلمة اللي هي بالعبري دبار، اللي هي تساوي بالأرامي الممرة، اللي هو يساوي باليوناني اللوغوس أو الكلمة. في البدء كان الكلمة، فالكلمة الخالق، ليكن نور فكان نور. فالله خالق بكلمته، حي بروحه، وده من بداية سفر التكوين. أول حاجة في الكتاب المقدس، أول ثلاث أعداد تتكلم على الثالوث بوضوح شديد. الأعداد الثلاثة دي توضح لنا أن إلهيم، وعندنا روح إلهيم، وعندنا كلمة إلهيم. ده في البداية. علشان كده أول حاجة أحب أبدأ بيها اسم إلهيم. قالت عنه إيه القاموس العبرية؟ عرفته إزاي؟ نبدأ أولا بقاموس سترونج. كلمة إلهيم اللي هو حتى في رقم في قاموس سترونج H430 هو بلورال من 433، يعني اسم جمع لكلمة إله، وهو يعني جادز، يعني آلهة في التعبير المعتاد، ولكن له استخدام مميز جدا، يستخدم لاسم الله العلي، اسم الله العظيم الذي أعلى من كل الكائنات، الله القاضي الأعظم القدير. قاموس براون العبري يشرح لنا كلمة إلهيم بتستخدم في إيه، تعني قضاء بالجمع، لأنها كلمة جمع، قادة، والإلهي يطلق أحيانا على الملائكة والآلهة وأشباه الآلهة، وهو أيضا اسم لله الحقيقي اللي هو الله، وهو اسم جمع. في قاموس دراسات الكلمات العبري اللي هي Complete World Study Dictionary بيعرف لنا كلمة إلهيم بطريقة كويسة قوي. بيقول إلهيم هو اسم جمع، يعني الله والآلهة والقضاء والملائكة. استخدم أكثر من 2600 مرة، هو بالضبط تقريبا 2602 مرة في العهد القديم. الكلمة مخصصة للإله حقيقي الواحد، وعادة يكون مصاحب لاسم الله الاسم المميز اللي هو يهوى، اللي هو يهوى إلهيم الرب الإله. هي مش يود، هي فاف، أستاذ اس اس اكس اكس اكس، لو تحب أنزلها أنا ما عنديش مشكلة، هي إلهيم. anyway ما علينا، ندخل في كمل في الموضوع بتاعنا. فالكلمة دي زي ما قلت تمثل، رغم ان هي كلمة جامع، ولكن تمثل الاسم مميز لله، وخاصة لما يأتي مع يهوى. تستخدم الكلمة عامة لتمييز الله في النص بأنه الله الخالق، الله الملك، القاضي، الرب، المخلص، وصفاته رحوم، منعم، أمين. يقول لنا كمان يكمل بعدها بشوية، تستخدم الكلمة في الجمع لتعبر عن الثالوث،
يعني كلمة تستخدم للتعبير عن الثالوث، مثل تكوين 1:26 والمفرد منها إله، وتستخدم قليلا في مزمور 50:22 وأشعياء 44:8 والمختصر منها إيل. فبيوضح لنا أن ده اسم جمع بياخد تصريف مفرد للتعبير عن الثالوث. الموسوعة اليهودية بتقول إيه؟ هل بتقول مثلا إلهيم ده اسم تعظيم مثلا؟ لا. لما ندرس الموسوعة اليهودية مع بعض، أنا جايب نصها بالكامل بس هاخد منها الأجزاء المهمة بالنسبة لنا، هو اسم جمع يأخذ تصريف مفرد، عشان كده هو ليس صيغة التعظيم. التعظيم اسم جمع بياخد تصريف جمع ويكون المتكلم واحد، يقول نحن قررنا. ولكن اسم إلهيم اسم جمع يأخذ تصريف مفرد كفعل أو صفة، وهو حالة خاصة، يعني ده أمر خاص في العبري، لتعبر عن جميع جمع عظمته وبهاؤه، وتعبر عن ارتفاعه وتكوينه مركب. طبعا أنا ضايف كلمة الثالوث، ولكن ده التعبير بتاع الموسوعة اليهودية، عشان تعبر عن عظمة الله وأن هو جامع كل شيء، يأتي باسم جامع يأخذ تصريف مفرد. تكمل برضو الموسوعة اليهودية في تعريف اسم إلهيم، إلهيم كلمة تعبر عن معنى إلهي، وهي تنتمي للكلمة العبرية إيل. كلام ده من الموسوعة اليهودية، يعني كلام اليهود، وهي في الظاهر مكونة من الكلمة العبري إيلوه بنهاية جمع اللي هي اليم، يود وميم أداة الجمع في العبري للاسم الجمع المذكر. إلهيم هو ثالث كلمة في النص العبري في سفر التكوين، ودي قلتها لحضراتكم من شوية صغيرة، في تكوين 1:1 ثالث كلمة في النص العبري هي كلمة إلهيم، برشيت براء إلهيم. وتأتي تكرارا في الإنجيل العبري، أحيانا يحدث خلافة حولها خلاف في بعض الحالات، مثل خروج 3:4 إلهيم يدعي للذي يخرج من وسط الأشجار، ورغم أنه اسم جمع ولكن يأخذ تصريف مفرد في النحو العبري. ومعنى عام مفهوم هو اسم إله إسرائيل الوحيد. في أحوال أخرى إلهيم يتصرف تصرف طبيعي كاسم جمع لكلمة إيلو، بالإشارة إلى الأمم التي تؤمن بتعدد آلهة، مثل خروج 20:3، وهذا يعكس استخدام كلمة إلهيم الذي وجد في عصر الكتاب البرونزي لرأس شمر. الكنعانيين حيث وجد إلههم كلمة وجدت تعطي معنى جمع لكل الآلهة معابد الكنعانيين، يعني لما يأتي إلهيم على الآلهة الوثنية باسم جمع، ده مش معناه إلهيم، ده بيتكلم على مجموعة الآلهة. كويس؟ وزي ما قلت لحضراتكم برضو، تأكد الموسوعة جاء إلهيم بصيغة جمع 2600 مرة، وجاء إيلو أو إيلوه بالمفرد 250 مرة في العهد القديم، فنجد أن صيغة الجمع تقريبا 10 أضعاف صيغة المفرد، وده تأكيد على الجمع في وحدانية، وده طبعا معناه اللي احنا فاهمينه كويس، الثالوث في الله الواحد. كويس؟ فهو اسم مهم واسم بيعبد لوحده من غير أي أدلة تانية على الثالوث في الكتاب المقدس. اسم إلهيم لوحده كافي للتعبير عن الثالوث، ولو كمان خدناه في أول استخدام ليه اللي هو في سفر التكوين من وتكوين 1:1-1:3، استخدام اسم إلهيم، إلهيم خلق، روح إلهيم يعطي حياة، كلمة إلهيم خالق، واضح جدا فكر الله، فكر الثالوث. كويس؟ فنفهم ان إلهيم الاسم الجامع اللي ياخذ تصريف مفرد، ده بيعبر عن الله الشامل وعن تعبير الثالوث في الله الواحد. احيانا بياخذ تصريف جمع في حالتين، لو جاء معنى إلهيم للتوضيح عمل الاقانيم في ذات الله الواحد، ولكن الأقانيم مجتمعة في عمل معين، وأيضا بيأتي بمعنى آلهة وثنية كثيرة
وده أمر ملناش دعوة به. كويس؟ فلو عبر الكتاب عن الثالوث وأخذ أحيانا تصريف جمع، يعني لما بياخد تصريف مفرد واضح أنه هو إلهيم الشامل، إلهيم الكلي، إلهيم الجامع للثالوث. لما يأخذ تصريف جمع بنلاقي في الموقف الآب العامل بالابن في الروح القدس في تصريف واحد بتمييز. يعني ممكن يكون أحد الأقانيم مميز في التصريف أو في هذا الموقف، وحضرب أمثلة على كده كتير. الاسم المهم الثاني ومش هندرسه دلوقتي اللي هو يهوى إلهيم، الرب الإله، اللي ظهر في سفر التكوين إصحاح 2 لما بدأ الله يتعامل مع آدم. يمكن نرجع له لما نمشي في السلسلة بتاعت لاهوت السيد المسيح من الكتاب المقدس. ممكن أعيد على النقطة دي مرة تانية رغم كنا اتكلمنا فيها من زمان في الروم هنا من تقريبا قرب 3 سنين. لكن باختصار، أول مرة تستخدم كلمة الرب اللي هو يهوى، ظهر مش لوحده، ظهر اسم الرب الإله يهوى إلهيم، ده في تكوين 2-4 بعد خلق الإنسان، اللي هو بيترجم يوناني كيريوس أوثيوس، اللي هو كيريوس اللي هو اتكتبت به كل العهد الجديد. لما يتكلم على الرب يسوع المسيح بياخد الرب يسوع لقب كيريوس، هو نفس كيريوس اللي بياخد أو ترجمت لإسم يهوى في العهد القديم. طبعا في اليوناني دومينيوس ديوس اللي هو الرب الإله، واللي هو في الإنجليزي لورد بالإل كابيتال جاد بالجي كابيتال، وهو في العربي الرب الإله. فعندما خلق الله الإنسان آدم على صورته ومثاله وبدأ يحبه ويتعامل معاه، نلاقي أن الصيغة اللي بيتكلم بها اسم الرب الإله، الرب الإله اللي بيتمشى مع آدم، بيتعامل مع آدم، بيتكلم مع آدم في صورة آدم النقية قبل ما يخطئ آدم. فده بيعبر عن عمل أحد الأقانيم في ذات الله الواحد. كويس؟ والألقاب دي اللي قلتها كلها لم تستخدم على بشر، لكن إلهيم لوحده زي ما قلت يستخدم على قضاء، ويستخدم على ملائكة، ويستخدم أيضا على بعض البشر اللي يأخذوا سلطانا من الله في وقت محدد، ودي هنجلها في واحدة من الشبهات فيما بعد لما نكمل في السلسلة دي مع بعض. بعد سقوط الإنسان وانفصال الإنسان عن الله، يبدأ استخدام اسم يهوى لأول مرة بدون اسم إلهيم، والكلام ده نلاقيه في سفر التكوين إصحاح 4. وأول مرة يظهر استخدام اسم يهوى لوحده، ما يستخدمش اسم يهوى إلهيم، وأيضا تترجم أو يترجم اسم يهوى للسبعينية اليوناني في العهد القديم باسم كيريوس، واللاتيني دومينيوس، والإنجليزي لورد، والعربي الرب. ده بسبب انفصال الإنسان عن الله بسبب الخطيئة، وطرد الرب الإله آدم وحواء من الجنة، ولكن لمحبته استمر دالة المحبة أو الوسيط ما بين الله والإنسان اللي هو الرب، يتعامل مع الإنسان لغاية ما يتمم المصالحة مرة تانية، وده اللي عملها الرب لما تجسد وتمم المصالحة. لما تمم المصالحة نلاحظ حاجة جميلة جدا في إنجيل يوحنا إصحاح 20 لما توما يقول ربي وإلهي، وهو نفس التعبير كيريوس أوثيوس اللي هو يساوي يهوى إلهيم، بس تاني الموضوع ده هنرجع له فيما بعد وليس موضوعنا الآن. فاللي يهمني ان لقب يهوى إلهيم رغم ان يهوى اسم مفرد بياخذ تصريف مفرد، إلهيم اسم جامع بياخذ تصريف مفرد، ان اللقب ده بيعطينا تمييز أقنومي في الذات الإلهية الواحد. مرة تانية النقطة دي، لقب يهوى إلهيم، يهوى اسم مفرد وبيأخذ تصريف مفرد، إلهيم اسم جمع بيأخذ تصريف مفرد. لما بيأتي يهوى إلهيم كاسم، ده بيعبر لنا عن تمييز أقنومي للكلمة الخالق في الذات الإلهية بدون انفصال عن الله أو عن الذات الإلهية. لكن هركز
بدليل واضح من الأدلة اللغوية، وابتدي ندرك ونستخدم مع بعض استخدام إلوهيم لشرح الثالوث وتأكيد هذا الأمر. فإلوهيم لوحده زي ما وضحت هو اسم جامع بياخذ تصريف مفرد، ده لوحده كافي للدلالة على الثالوث، ولكن أمثلة تانية ندرسها مع بعض. في سفر التكوين إصحاح 1 عدد 26 قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى. ثلاث كلمات مهمة هنا، اللي هو بيقول قال الله نعمل صورتنا كشبهنا، ثلاث تعبيرات مهمة، نأسي بيت سلمين كيدوم كين، والثلاثة جايين جمع. طيب ليه استخدم الثلاثة دول جمع؟ الله هنا بيقول هنعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فالله الخالق بيتكلم دايما باسم إلهيم وتصريف مفرد، لكن جاءت هنا بالجمع في العبري علشان توضح تمييز أقنومي في ذات الله، لأن الله الآب خلق آدم وحواء، والله الابن الآب خلق بالابن، والله الروح القدس أعطى الحياة. علشان كده الآب خلق بالابن في الروح القدس، أو الآب خلق آدم بالابن في الروح القدس. عشان كده ده إشارة واضحة جدا لعمل الثالوث، الآب يريد والابن يخلق والروح القدس يعطي حياة. وده اللي يأكد لنا حتى في المعمودية الجديدة أو معمودية العهد الجديد، ظهر الثالوث مرة تانية، الآب صوت من السماء والروح القدس في هيئة جسمية مثل حمامة، والابن الموجود في نهر الأردن اللي هو عيد الظهور الإلهي بنسميه. ده تأكيد ان ربنا لما بيتكلم على خليقة جديدة مهمة وهو الإنسان، سواء في الطبيعة القديمة قبل السقوط والإنسان الجديد اللي بيتخلق في المعمودية، ده بيبقى عمل مفرح لله، فبيشترك في بيئة قنيمه بالثالوث في الذات الإلهية الواحد. عشان كده تعبير صورتنا جاء غاية في الدقة. أولا لو كان قال على صورتي يبقى بيتكلم على عمل أقنوم واحد، لو كان قال على صورنا بنتكلم على ثلاث آلهة، لكن هنا بيتكلم على صورتنا، فهو تمييز أقانيم في الله الواحد. تعبير بيت سلمين اللي يعني صورتنا، اللي هو بيستخدم منه سيلوم اللي هي معناها صورة فوتوغرافية. الله ما خلقش إله صغير اللي هو الإنسان، لا خالص، الله خلق ظل ليه على الأرض وهو الإنسان، بمعنى أن اللي خلق هو الآب العامل بالابن في الروح القدس، لأن ده خلق مميز سواء في طريقة خلقه أو تكوينه. فواضح اللي اشترك في الخلق ده هو الله بالثالوث بأقانيمه، الآب قرر والابن خلق والروح القدس أعطى حياة. شخصية الآب أراد الإنسان، شخصية الابن أحب الإنسان، شخصية الروح القدس احتضن الإنسان. شرح جميل قدمه أبونا أنطونيوس فكري في الجزء ده، بيقول الله ثالوث في واحد، والله وضع صورته فينا علامة ملكه لنا، كما يضع الملك صورته على العملات النقدية. الإنسان هو أقرب خليقة لصورة الله، زي ما قلت لحضراتكم حتى الكلمة تعني صورة فوتوغرافية، مع الاحتفاظ بالفارق الضخم بين الله والإنسان. نحن صورة الله ليس بحسب الجسد ولكن بحسب الروح، فالجسد مأخوذ من تراب الأرض، أما الروح فهي نسمة حياة نفخها الله في أنف الإنسان، زي ما يقول في تكوين طبعا 2-7 العدد اللي حضراتكم عارفينه: فنفخ الله في أنف آدم نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وعلى فكرة العدد العبري الثلاث كلمات متشابهين قوي مع بعض،
فنفخ الله اللي هي النفخ ده اللي هي تيجي يعني برضو بمعنى تنفس، نسمة حياة تأتي بمعنى نفس، وصار آدم نفسا حية، هي نفس الكلمة العبرة التي تعني نفس، يعني العدد ممكن نقوله بطريقة بس بسيطة. فتنفس الله في أنف آدم نفس حياة، فصار آدم نفسا حيا. كويس. لكن ده بحسب الروح. اللي جسدانيين زي البعض اللي بيحاول يشتتوا حضراتكم على التكست هتلاقيهم مش فاهمين الكلام ده خالص، لان هم من اخرهم يتسألوا عن الروح يقولوا هو من امر ربي، فما تتشتتوش معاهم حضراتكم طلب محبة، ما تردوش عليهم، سيبوا لو عايزين يسألوا يرفعوا ايديهم، ما تخليهمش يفقدوكم سلامكم، ده طلب بس في البداية. كويس. فاحنا كبشر مش آلهة ومش مثل الله، ولكن عشان يوضح أضاف كلمة كشبهنا. طبعا الكلمة دي ما تقلتش عن المسيح، لأن المسيح صورة الله الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. والمسيح يقول من رآني فقد رأى الآب، احنا ما نقدرش نقول الكلام ده خالص. علشان كده المسيح مش يشبه الله زينا، والبعض كان بيسأل من شوية صغيرة على التكست في النقطة دي خالص، لكن احنا ظل وليس من الطبيعة الله. فالإنسان له طبيعة ثالوثية مثل الله، فالإنسان كائن عاقل حي موجود مع الفارق، لأن الله كائن عاقل، كائن له وجود غير محدود، عاقل بطريقة غير محدودة وحي بطريقة غير محدودة. والله أزلي واجب الوجود وهو الخالق، أما الإنسان موجود والإنسان مخلوق. فزي ما بقول يشبه وظل وليس حقيقة. فمن ناحية الذات الإنسان يشبه الله كشبه وليس بالطبيعة. الله بعقله خلق كل شيء، والإنسان بعقله بالكاد يفهم شيء مما خلقه الله. الله بروحه، لكن الإنسان مميز في هذه في هذا الأمر عن كل الكائنات الحية. الله بروحه يعطي حياة، والإنسان بروحه يحيا ولكن لا يعطي حياة. 2، الإنسان يشبه الله في صفاته. الإنسان له حرية الاختيار، وعشان كده ربنا وضع أمامه شجرة معرفة الخير والشر، لكن ما خيرش بقية الحيوانات هذا الاختيار، لأن الإنسان الحيوانات غير عاقلة، ليس لها حرية الاختيار والإدراك، تمشي بالغريزة. والأمر ده عمر ربنا هينزعه مننا حرية الاختيار، لأن ده شيء مميز للإنسان. وحتى الموضوع ده لما تفتكره أو لما ممكن نتكلم فيما بعد، ليه في ألم على الأرض؟ الألم مصاحب بحرية الاختيار. كل واحد يتألم في تجربة أو حاجة ربنا هيعوضه عنها، ولكن ربنا بيسمح بيها، لأنه لو لغى الألم لازم معاه يلغي حرية الاختيار. ودي نقطة لازم تفكروا فيها لما البعض بيقف يقول ليه يا رب سمحت بالمشكلة الفلانية، سمح بالمشكلة الفلانية علشان سامح بحرية الاختيار، عشان تختار ربنا بإرادتك وليس تبقى مجبر. الإنسان يشبه الله في القداسة مع فرق التشبيه، فإن الله قدوس قداسة مطلقة، لكن الإنسان يسعى ليكون قدوسا أو قديس بطريقة نسبية. الله يشبه أو الإنسان يشبه الله في الحكمة، ولكن مع فرق التشبيه، لأن حكمة الله لا نهائي غير محدود، ولكن الإنسان حكمته محدود ويأخذ من الله. الله الإنسان يشبه الله في السلطان مع فرق التشبيه، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء. وده اللي جه في تكوين 1:26، ولكن سلطان الإنسان محدود، فليس مثلا له سلطان على النجوم والكواكب لأنه ليس إله، ولكن ربنا اللي سمح لي بهذا السلطان. أيضا الإنسان يشبه الله في المعرفة مع فرق التشبيه، فآدم أعطى أسماء حيوانات، ومعرفة الإنسان مستمدة من الله، أما معرفة الله غير محدودة. أيضا الإنسان يشبه الله في المحبة مع فرق التشبيه أيضا، فمحبة الله غير محدودة،
لا نهائية، لكن محبة الإنسان مهما كانت محدودة وهو يسعى ليمتلئ بهذه المحبة من الله. الله أيضا يشبه، أو الإنسان يشبه الله في الخلود مع فرق التشبيه. فالله خلق الإنسان ليحيا إلى الأبد مش عشان يموت، المدة دخل عقوبة مؤقتة، ولكن الله أزلي والإنسان له بداية بمولده، لا لمحدودية الله، فالله غير محدود والإنسان محدود، ولكن الإنسان على صورة الله فمش هيشبعه غير الله الغير محدود، ودي الأبدية بتاعتنا كمسيحيين. ما عندناش لا أنهار ولا الحاجات التانية اللي مش عايز أذكرها الآن للتلويث السمع، لكن إحنا هدف وصولنا في الأبدية هو معرفة الله، والله غير محدود لأنه أجمل شيء في الكون هو ربنا. طب الله الغير محدود، أنا محتاج الغير محدود، أنا محتاج زمن لا محدود لأدرك هذا اللا محدود، ودي الأبدية. هنقضي كل لحظة في الأبدية في معرفة الله لأنه لا محدود، عشان أعرفه محتاج هذا الزمن اللا محدود لأدرك هذا اللا محدود، دي الأبدية المسيحية، لذة وحلاوة ومتعة معرفة الله ذاته وليس عطاياه وخلائقه. مش عايز حد أنا يقول لي حضيع الأبدية في أكل وشرب وحاجات تانية، ده نفاية، ده خسارة، ده وقت يكون ضايع بخسره. أنا أقضي الأبدية في معرفته وليس في التمتع بخلائقه، لأنه هو أحلى من خلائقه. جرب سليمان كل الممتلكات وعرف أن كلها باطل الأباطيل وقد ريح، أي شيء تمتلكه بانفصال عن الله هو قد ريح، أي شيء تسعى وراءه بانفصال عن الله هو باطل، أي شيء تسعى إليه وإنت مع الله في الطريق ده بيكون للمجد. للعلم لأي شيء برضا من ربنا وباستشارة ربنا وحسب إرادة ربنا أنت فعلا بتكسب، أي شيء تسعى له حتى لو كان علم أو حكمة أو شيء بانفصال عن الله ده خسارة، لأن الوحيد اللي يشبع الإنسان هو الله. الله أزلي، الإنسان ما يشبهش الله في الأزلية، ولكن الجميل إن الله أحب الإنسان منذ الأزل وأحب الإنسان إلى المنتهى، زي ما يقول لنا إنجيل يوحنا 13:1. فالنقطة، مش عايز أطول في الموضوع ده، ولكن الإنسان صار ممثل لله، ظل لله وليس حقيقة، صورة فوتوغرافية يحمل صورته كشبهه، فربنا إداله بعض الحاجات اللي يتميز بها إنسان عن باقية الكائنات كلها. عشان كده اللي يطلع يقول كل الكائنات هتتحشر في يوم الحشر، أنا معرفش يوم الحشر ده اخترعوه إزاي، الإله اللي يحب يزنق الناس في بعض، ما علينا، مش هلوس فكركم بهذا الكلام. حيوانات إيه اللي تتحشر؟ هي الحيوانات دي فيها إيه من ربنا؟ ده ربنا بيمجد صورته، خلقته الإنسان، حيوانات إيه اللي ربنا يمجدها ويحشرها مع الإنسان؟ هي للدرجة دي بقت صورة ربنا ملوثة لهذا الدرجة؟ فالله خلق الإنسان على صورته ليقبل خالقه صديقا له، يتعامل معاه مش على مستوى الضعف والمزلة، لكن على مستوى الحرية والحب والصداقة والبنوة، ليكون وارثا مع الله ووارثا في الله. الله ما خلقش الإنسان عشان يذله وغصب عنه يعبده بالإجبار، لا، الله اختار الإنسان كخطيب ليه، كخطيبة ليه، يخطبه لنفسه عروس يفرح بيه ويشاركه في الأبدية. التعبير الثالث كشبهنا زي ما قلت متضمن ولازم يأتي مع صورتنا، لأن البعض الواحد صورتنا قد يفهمها خطأ، لكن صورتنا ليس بالكامل، فنحن صورة الله وشبه وليس في ذات الله. كويس، الموضوع ده ممكن نتكلم عليه أكتر لما نأتي لكلمة أقانيم، وهل هي موجودة في الكتاب المقدس ولا لا، وهل قال السيد المسيح أنا هو الأقنوم الثاني ولا لا. هنجيلها للموضوع ده بتفصيل أكتر ونفهم يعني إيه كلمة أقنوم، وهل فعلا المسيح قال إن هو أقنوم ثاني، والكتاب المقدس وضح إن الرب يسوع المسيح هو الأقنوم الثاني في الثالوث الذي هو في ذات الله الواحد.
ولا لا، دي هندرسها مع بعض يمكن الأسبوع اللي بعد الجاي إن شاء ربنا يقدر. العدد الثاني سفر التكوين إصحاح 3 عدد 22. آسف قبل ما أدخل إليه ألخص بس اللي قلته حتى الآن. فنصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا، التعبير ده يؤكد بطريقة قطعة للثالوث، لأنه الله واحد وهو خالق كل الأشياء، ولكن بالذات بالنسبة للإنسان الآب أراد الإنسان، والابن أحب وخلق الإنسان، والروح القدس أعطى للحياة، ولذلك الإنسان يشبه ثالوث الله مع فرق التشبيه. معلش كل اللي يكتب أي حاجة ما يشتتكمش، صدقوني الشيطان هدفه هو يشتت تفكيركم ويشتت سلامكم ويفقدكم سلامكم. اللي يكتب كل حاجة يكتب، اللي يضحك ويتريق ويقول أي حاجة مش مهم، في فترة الأسئلة اللي عايز يسأل يسأل ويرفع عين، لكن ما تفقدوش سلامكم أهم حاجة. العدد اللي بعده سفر التكوين 3:22، قال الرب الإله يهوى إلوهيم هوذا الإنسان قد صار كواحدا منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. العدد العبري أيضا كلمة منه اللي جاية هنا اللي هي منا بيؤكد على نفس الأمر، أن الإنسان يشبه الله في ثالوثه، عشان كده الرب الإله يهوى إلوهيم مع الروح الخالق يؤكد أن الإنسان اكتسب معرفة جديدة، ولكن مع فرق التشبيه أو الفرق الكبير ما بين الله والإنسان، فالله يعرف الخير والشر، ولكن الله خير بطبيعته في ذاته. الإنسان كان يعرف الخير فقط ويشتهيه، بعد السقوط أصبح يعرف الخير والشر ويشتهي الشر أيضا وممكن يسقط فيه. لكن العدد ده فيه تمييز لأقنوم الإبن، لأن الإنسان صار كواحد من الثالوث، ودي على فكرة فيها نبوة عن تجسد المسيح الأقنوم الثاني اللي خلق الإنسان على صورة تجسده التي يعلمها منذ الأزل، لأن ربنا مش زينا عنده امبارح والنهاردة وبكرة. آسف ده بس تليفون الشركة، معلش خلينا نفصل السلك. فالله ما عندهوش الزمن زينا، لأن الزمن في الله وليس الله في الزمن، يعني الله فوق الزمن. فالماضي والحاضر والمستقبل هو أمام الله مكشوف وواضح ومستمر في نظر الله، علشان كده الله عارف في ملء الزمان أنه هو حيتجسد ويأخذ هذه الصورة، ولذلك هو صنع الإنسان على الصورة اللي حيتجسد فيها الله. المثال الثالث أو العدد الثالث سفر التكوين 11:7، يقول العدد، يمكن الترجمة العربي مش دقيقة قوي رغم هي ترجمة رائعة من أكثر الترجمات العربي اللي بفضلها هي ترجمة الفان دايك، ولكن في العدد ده كل التراجم العربي ما ترجمتهاش بدقة، اللي هو هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. آسف هو العدد ده دقيق، لا بعد كده تيجي عدد أخرى، آسف أخطأت. العدد يقول هلما ننزل مش هلوم أنزل، ليه؟ لأن ده عمل الثالوث أيضا، وحتى اليهود فسروا العدد ده قالوا عليه عمل تعاون في الذات الإلهية، سماه فيلو الفيلسوف اليهودي، تعبير ترجمته الإنجليزي co-workers، ده واحد فيلسوف يهودي شرح العدد ده بالطريقة دي. فالآب يحزن على الخطية والابن ينزل ليدين هؤلاء الخطاة، والروح القدس أيضا ينزع السلام من هؤلاء الخطاة لأنهم أصروا وأحبوا الشر أكثر من الخير. العدد اللي كنت أقصده الترجمة العربية مش دقيقة قوي فيه، اللي هو اللي بعده المثال الرابع، وهو سفر التكوين إصحاح 20 عدد 13. وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين إلي في كل مكان نأتي إليه، قولي عني هو أخي. الحقيقة العدد العبري مش أتاهني، أتاهوني،
وحدث لما أتاهوني إلهيم. فالكلمة جاية في العبري بالجمع، مش بالمفرد. فإبراهيم بيتكلم على علاقته بإلهيم بالجمع، لأنه إلهيم أولا تعامل مع إبراهيم بأكتر من طريقة، ومنها من ضمن الظهورات، فبيتكلم على الأقانيم في الذات الإلهية الواحد. فالكلمة جاءت أتاهوني إلهيم، الإله الواحد، لكن يوجد في داخله ثالوث يعمل بتمييز بدون انفصال. المثال اللي بعده سفر التكوين إصحاح 35 عدد 7، أيضا إبراهيم، آسف، أيضا يعقوب، يقول: وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل، لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. أيضا العدد العربي مش دقيق قوي لفظيا، وكل الترجمات العربية كتبت نفس التعبير، ولكن في الحقيقة العدد العبري هناك ظهروا له إلهيم. العدد العبري بيقول هناك ظهروا له إلهيم وليس ظهر. فكلمة نجلو اللي هو ظهروا له إلهيم. ليه؟ المفسرين اليهودي زي ابن عزرا بيفسر العدد ده، وده مفسر يهودي المفروض ان هو ما بيؤمنش بالثالوث، قال ظهر له الكيان الإلهي، فهو حاول يفسر ليه صيغة الجمع. ولكن بالنسبة لنا احنا كمسيحيين بعد اعلان وبعد ارشاد الروح القدس فاهمين ان ده صيغة الجمع، الثالوث ظهر له. ليه؟ يعقوب في الموقف ده شاف ايه؟ شاف سلم، وشاف الله على السلم في اعلى السلم، والملائكة تصعد وتنزل على هذا السلم، السلم اللي هو المصالح اللي هو المسيح. يقول لنا سفر التكوين 28: ورأى حلما وإذ سلم منصوبا على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. أستاذ أيمن ربنا يبارك حضرتك. وهو ذا الرب واقف عليها، فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. علشان كده في عدد 35 ذكروا بالجمع ظهر لي الثالوث. ليه بيقول ظهر لي الثالوث؟ لأن الآب ظاهر على سلم من أعلى، الابن هو السلم نفسه اللي وصل الإنسان للآب. أنا هو الطريق والحق والحياة، ده قاله الرب يسوع المسيح أقنوم الابن. والروح القدس أيضا يملأ يعقوب سلاما ويديله اطمئنان في هذه البرية الموحشة اللي هو بايت فيها لوحده، وممكن أي وحش يأكله في هذه الليلة. كويس؟ عدد مهم، وطبعا العدد ده مشهور قوي، واللي احنا لسه قلناه من شوية صغيرة، يدل على الوحدانية ويدل على الثالوث في نفس الوقت، اللي هو مشهور باسم شماع، أو بالإنجليز بيتقال زي شماع، اللي هو سفر التثنية 6-4: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، اللي هو شمع إسرائيل يهوى إلهينو يهوى أحد. العدد ده لفظيا بيقول الرب إلهنا رب واحد، ولكن إلهيم طبعا جاي بالجمع أو إلهينو، فيهوى آلهتنا رب واحد. العدد ده لما نيجي بعد كده الأقوال الربوات هنشوف قالوا في العدد ده كلام كتير قوي، بس هنسيبه إنه الأسبوع الجاي إن شاء ربنا ودبر. لكن المهم هنا بالنسبة لنا أن الجمع هنا لا يدل على التعدد، بل يعبر عن الثالوث في الوحدانية. نتوقف عند كلمة مهمة وهي كلمة أحد. كلمة أحد اللي جاية في القاموس تحت رقم 259 بتعني عن واحد، أو بتعني عن اتحاد، together. استخدمت الكلمة دي في أمثلة كتيرة تعبر عن الوحدانية والاتحاد.
على سبيل المثال وكان مساء وكان صباح يوما واحدا اللي هو يوم أحد، فهو يوم واحد مكون من مساء وصباح وغيرها من التعبيرات اللي تؤكد على ان المعنى يحمل وحدانية واتحاد في نفس الوقت بدون انفصال. فأحاد تعبر عن الوحدانية الجامعة سواء لفظا او حتى من سياق الكلام. عدد تاني يقدم نفس الفكر، سفر يشوع اصحاح 24 عدد 19. فقال يشوع للشعب لا تقدرون ان تعبدوا الرب أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور وهو لا يغفر ذنبكم وخطاياكم. قبل ما انتهي من النقطة دي، أنا آسف، أرجع مرة تانية للعدد اللي هو بيقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. اليهود فهموا الرب الإله الرب وأكدوا أنه هو ثلاث شخصيات في الذات الإله الواحد. وتاني هفكر حضراتكم بالكلام ده الأسبوع الجاي لما نتكلم على الثالوث في أقوال الربوات اليهود والثالوث في أقوال الأباء. كويس؟ العدد اللي بيقوله يشوع 24-19، فقال يشوع للشعب لا تقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور هو لا يغفر ذنبكم وخطاياكم. الحقيقة لما نبص للعبري إلوهيم اللي هو قدوس اللي هو قدوش، هنا جه إلوهيم قدوشيم يعني آلهة مقدسين. عشان كده حتى التراجم الإنجليزي Holy ones are he، ثالوث قدوس، يعني هو بيقول تعبدون الرب بالمفرد وتعبدوا الرب وجاي بالمفرد اللي هو يهوى لأنه إلوهيم قدوشيم. كويس؟ وجاية بصيغة الجمع للمذكر اللي هو بتنتهي بيود وميم، ميم سوفيت. عدد آخر بيقدم لنا نفس المعنى ويؤكد أيضا برضو فكر الثالوث في سفر أشعياء إصحاح 6 عدد 8. ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت ها أنا ذا أرسلني. الأول أنا ماشي بريت كويس، لو حد عايزني أعيد حاجة تحت أمركم، لو أنا ماشي بريت كويس اكتبولي بس واحد واطمئن أن السرعة دي كويسة. اللي عايزني أبطأ تحت أمركم، اللي عايزني أسرع تحت أمركم. طيب أشكر حضراتكم جدا. تعبير بيتكلم السيد لوحده، الله لوحده، ويتكلم بصيغته المفرد، ولكن يقول ويذكر من أجلنا. فالمتكلم أدوناي ويقول من يذهب لأجلنا، لأن الكلام ده بيدور بين الثالوث الآب والابن والروح القدس، وده اللي بنسميه الحوار في الذات الإله الواحد. علشان كده نلاقي في نفس الإصحاح يقول تعبير مهم جدا، قدوس قدوس قدوس، ما قالهاش لا اثنين ولا أربعة ولا أكتر، تأتي دايما ثالوث قدوس قدوس قدوس. حاضر أستاذ سوري أحاول أبطأ شوية صغيرة، لا ده العيب مني مش من حضرتك، لو ما عرفتش أوصل المعلومة دايما بيبقى خطأ من المتكلم، فلا الخطأ مني أنا وليس من حضرتك، سامحني. فأشعياء هنا في 6-3 لما بيقول من أجلنا، الوحي الإلهي يقصد يقول من أجل الآب والابن والروح القدس، من يذهب من أجلنا. عشان كده أشعياء تنبأ كتير جدا ووضح في نبواته على الآب الذي سيرسل الابن، والآب العامل بالابن في الروح القدس، والابن المرسل الذي هو واحد في ذات الله ولكن مميز في وظيفته ويتجسد ويأخذ صورة إنسان ويولد من امرأة ويكون اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فهو إله واحد قدوس ثالوث قدوس. كويس؟
سفر صمويل الثاني إصحاح 7 عدد 23 يقول: وأية أمة على الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا ويجعل له اسما ويعمل لكم العظائم والتخويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديته لنفسك من مصر من الشعوب وألهتهم. الحقيقة العدد عبري ما بيقولش صار الله، العدد عبري بيقول صاروا إلهيم ليفتدي لنفسه بالمفرد شعبا. فاللي صار الثالوث ليفتدي الله الواحد لنفسه شعبا. طيب ليه في شعب إسرائيل نلاقي الثالوث عمل واضح جدا؟ الآب من السماء بيعلن، والابن على الأرض مثل عمود نار، والروح القدس يظلل الشعب. مرة تانية التعبير صاروا الله ليفتدي لنفسه شعبه شعبا دقيق جدا هنا، لأن الآب بيعاقب من السماء والابن بيقود الشعب بالفعل كعمود نار ماشي أمامهم، والروح القدس يظلل الشعب. فلهذا الثالوث يعمل في خلاص كان شعب إسرائيل ليفتدي الله الواحد لنفسه شعبا. ثالوث في وحدانية، فنؤمن بإله واحد، ولكن نؤمن بهذا الإله الواحد مميز في الثالوث. عدد تاني سفر المزامير مزمور 58 عدد 11. على فكرة أنا جايب لحضراتكم بعض الأمثلة مش كلها، في أكتر من كده بكتير، فتحملوني معلش. ويقول الإنسان أن للصديق ثمرا أنه يوجد إله قاضي في الأرض. الحقيقة العدد في العبري بيقول إلهيم قضاء. فجاية بالجمع أيضا القضاء وليس بالمفرد، وتنتهي بنهاية الجمع، علشان كده في التراجم الإنجليزي جاية جادجث بالجمع، تنتهي بالنهاية اللي هي يود ميم أو ميم سوفيت آسف. طيب ليه؟ باختصار شديد العدد بيقول إله قاضي في الأرض لأن قبل ما يستلم المسيح كل الدينونة ويعطي في العهد الجديد، الآب يعطي كل الدينونة للابن، لكن الآب والابن والروح القدس إله واحد قاضي، لذلك يميز عمل الثالوث. أيضا في سفر المزامير 149 عدد 2 ليفرح إسرائيل بخالقه ليبتهج بنو صهيون بملكهم. الحقيقة العدد في العبري جه ليفرح إسرائيل بخالقيه وليس بخالقه، جت أيضا بالجمع. فالآب الخالق بالابن في الروح القدس، والآب خالق والابن خالق والروح القدس خالق، ليسوا ثلاثة خالقين. وده اللي شرحه طبعا البابا أثناسيوس الرسولي من ضمن 43 نقطة لشرح الثالوث، ولكن خالق واحد. وده اللي يناسب سفر التكوين اللي قلناه من شوية صغيرة، تكوين 1:26، الآب خالق بالابن في الروح القدس، والآب أراد والابن خلق والروح القدس أعطى حياة. سفر جامعة صح 12 عدد 1، فأذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، استقول ليس لي فيهم سرور. العدد أيضا في العبري جاي خالقيك وليس خالقك، وأيضا يؤكد أن الثالوث القدوس الخالق في الذات الإله الواحد الخالق. سفر أيوب إصحاح 35 عدد 10، ولم يقولوا أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل. أيضا العدد جاي في العبري إله صانعين، هو مؤتي الأغاني في الليل، يتكلم بالجمع بعد كده بالمفرد، لأن الخالق هو إله الجامع وهو مؤتي الأغاني في الليل. مع ملاحظة مهمة جدا إن جه هنا إله وليس إلهين، فالعدد هنا بيتكلم أن كل إقنوم هو إله،
وكل أقنوب خالق، والثلاثة في الذات الإله الواحد هو الله مؤتي الأغاني. سفر أشعياء 54 عدد 5 بيتكلم عن ربنا ويقول إن الله بالنسبة لنا: لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. كلمة بعلك هنا أيضا في العبري جت بالجمع بعولك، حتى في الإنجليزي make thy makers thy husbands، فيتكلم على الثالوث الآب والابن والروح القدس. نخلص الجزء اللغوي واستحملوني شوية، هندخل في جزء تاني مختلف شوية، وهو أعداد تؤكد أن الله الواحد متعدد الأقانيم. تحبوا تاخدوا بريك علشان بس ما كنش طولت على حضراتكم بترنيمة صغيرة كده دقيقتين ثلاثة، وندخل على الجزء التاني في العهد القديم والثالوث في العهد القديم، عشان هننتقل على فكرة مختلفة. طيب، واضح ان الناس تعبت، انا اسف فعلا قرب الساعة دلوقتي.